بدوره ندد مفوض عام وكالة أونروا فيليب لازاريني بالحملة الشعواء التي شنتها إسرائيل لتصوير الوكالة على أنها منشأة إرهابية. وأوضح لازاريني أن جيش الاحتلال استهدف عمدا منشآت الوكالة بقطاع غزة، ما أدى إلى تدمير نصفها تقريبا. أن هنالك حملة ترمي إلى تفكيك الأونروا، كان هنالك محاولة تشريعية لجعل المؤسسة كأنها مؤسسة إرهابية. قد تم إظهار التخويف لنا في المقر الخاص بنا، وأخيرا رأينا هنالك حملة شعواء وهنالك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المؤسسة. لقد طلبت مرارا وتكرارا من الدول الأعضاء أن علينا أن نرد، ولا يمكننا أن نقبل هذا التعامل الذي ينطوي على عدم الاحترام الواضح لهذه المؤسسة الدولية، لأن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الأونروا بل يشمل أيضا المجتمع، مؤسسة الأمم المتحدة، وكذلك لن يقتصر فقط مستقبلا على غزة والأراضي الفلسطينية، ولكن قد يمكن أن يحدث في مكان آخر في العالم.